تواصل مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع ومقره البحرين، تواصل استقبال المشاركات لنيل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية في العالم العربي. من جانبه صرح المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية الدكتور عادل بن أحمد الصالح بارتفاع نسبة المشاركة في دورتها الثانية بزيادة تصل إلى 265% عن العام الماضي، حيث تم استقبال 289 مشاركة من 20 دولة يتنافسون للفوز بهذه القلادة. للحديث أكثر حول هذه القلادة معنا عبر الهاتف الدكتور فالح الرويلي رئيس لجنة التحكيم. دكتور فالح مساء الخير. بداية، بصفتكم قائمين على هذه المسابقة، هل من الممكن المزيد عن مميزات مسابقة قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية وأيضا دورها في تعزيز انخراط الهيئات والجمعيات والمراكز التطوعية بالمسابقة على مستوى الوطن العربي ككل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، جائزة قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية هي بالشراكة والتعاون بين منظمتين جهتين. لدينا في البحرين الاتحاد العربي للتطوع وهو منظمة دولية، وكذلك مؤسسة الأمير محمد بن فهد ومقرها في المملكة العربية السعودية. إذن هي بداية عمل تشاركي، ويسعى هذا النوع من الشراكة إلى تعزيز قيمة العمل التطوعي، التنمية المستدامة بمجالات مختلفة، منها الإنسان التنموي، حماية التراث والبيئة، التسويق الاجتماعي. فتريد أن تنقل ثقافة العمل التطوعي ليس على مستوى فقط البحرين أو السعودية أو منطقة الخليج، بل تمتد إلى باقي الدول العربية ككل، وهذه تعتبر الميزة الأساسية والأبرز، أو دعنا نقول الأهم والجوهرية في القلادة. نعم، في الدورة الثانية للقلادة وصلت نسبة المشاركة إلى أرقام يعني تفوق النسخة الأولى من هذه المسابقة ب 265% عن الدورة السابقة. إلى ماذا تعزون هذه الزيادة في أعداد المتقدمين؟ نعم، هذه الزيادة الحقيقة احنا توقعنا تكون لدينا زيادة يعني 20-30 إلى 50%، ولكن كان هذه الزيادة دليل على أن القلادة حققت مجموعة أو حزمة من الأهداف المنوعة، حصل لها حضور وقبول لدى المنطقة العربية. المشاركة في هذا العام وصلت إلى أكثر من 20 دولة عربية، فرق خلينا نقول احنا الفئات اللي شاركت عندنا فرق، مبادرات، افراد، منظمات، جمعيات غير ربحيه، مؤسسات حكوميه ومؤسسات تجاريه. فاظن ان صدى القلاده وصدى هذا التعاون الايجابي بين الاتحاد العربي للتطوع في البحرين ومؤسسه الامير محمد بن فهد بالسعوديه ادى او اثمر وادى اكله بهذه المشاركات الكبيره. نعم، كل الشكر لك السيد الدكتور فالح الرويلي رئيس لجنة تحكيم القلادة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية.